معانا عبر الهاتف النهارده إريك تراوري. الحمد لله ظهر، بس لما ظهر بقصه اللي اتكتبت، يعني لسه هسال في هذا الامر. اتكتب كوميديه شويه، قال لك انا كنت عايز اريح شويه او كنت عايز اقعد مع نفسي شويه. يعني انتوا عارفين إريك تراوري كان تغيب عن مران انبي حوالي 10 او 11 يوم وحاجه غريبه بدون اسباب، وإن بيحاول يتواصل معاه. كنا كان معانا الكابتن محمد اسماعيل مدير الكوره بنادي انبي، وقال لنا ان هم ما عرفوش يوصلوا له. لما ظهر انا كنت عايز اقعد مع نفسي شويه. طبعا الكلام ده ما بيتقالش في اي في مكان في العالم، يعني ما ينفعش اصلا، الجمله نفسها مش متركبه صح. بس نفهم اكتر، لعل وعسى يكون اللي قريناه النهارده في تفاصيل اكتر مع الكابتن محمد اسماعيل مدير الكوره بنادي انبي. يا كابتن محمد مشرفني ومنورني، والحمد لله على سلامه إريك تراوري. ربنا يبارك فيك يا كريم يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. الموقف كله لو تسمح لي يعني عبسي من إريك تراوري. انا مش فاهم يعني، حضرتك اشرح لي اكتر، هو إريك تراوري تغيب ليه ولما رجع قال لكم ايه بس بالظبط؟ والله يعني، عشان اقول لك هو تغيب ليه، انا هو طول الموسم زي ما قلت لك قبل كده كريم، هو لا، اولا إريك مش بيدي انطباعات فنيه مع ثلاث مدربين فنيين عدوا، يعني مش واحد ولا اثنين ولا دول ثلاثه، وكل واحد فيهم كان بيحاول يستفاد من إريك تراوري لانه لعيب، وهو في امكانياته لعيب جامد جدا، بس ما قدروش يرجعوا إريك اللي احنا عارفينه. يعني انا بتكلم فنيا طبعا، انما هو طبعا التصرف اللي عمله، يعني الناس كلها بتتكلم على حته ان هو تغيب 9 ايام. انا شايف ان الموضوع ده اقل وطأة من انه يسيب الملعب ويمشي والماتش شغال. ماتش اسوان، يعني انت يعني انا قلت الموضوع ده ان هو في ماتش اسوان، سبب الموضوع ان هو ماتش اسوان كان احتياطي وجينا نغيره، كان في اخر تغيير كان هو اللي هينزل يعني تقريبا، فما لقيناه ساب الماتش ودخل اوضه اللبس. فكان التوقيت ده كان صباح، يعني كان بعدها اجازه العيد، طبعا حركه غريبه جدا وخاصه من لاعب محترف. فبناء عليه كان هنتعامل طبيعي. يعني طب تعالى عشان انت محاول للتحقيق يعني. بعد اجازه العيد قفل تليفوناته خالص، مش عارفين نوصل له اللي انا حكيته قبل كده طبعا. المهم ان امبارح بالليل فتح التليفون وتواصل بقى مع اللي هو مسؤول شؤون اللعيبه الاجانب يعني عندنا في النادي. وقال له انتوا الاعلام يعني منزل ان انا هربان، ومش انا مش هربان، انا في الظاهره عادي، بس انا حابب اقعد مع نفسي شويه. يعني فعلا قال كده. فانت فانا بالنسبه لي، بس يا كريم هقول لك على حاجه، ان انا هو كون ان احنا اطمنت ان هو ما فيش مشكله كبيره دي ريحتني. الطبيعي بقى هيتعامل معاه اللي هو من نادي اللاعب ايه اخطا في حق النادي يعني، فده كان هممني جدا ان ما يحصلش فيه مشكله، لان في النهايه برضه لعيب اجنبي ومحسوب على نادي انبي في التوقيت الحالي. فكان هممني ان تبقى الامور عاديه، انما هو طبعا الكلام اللي قاله ده فعلا قال كده. انا بقى خلاص هنبتدي، هو جاي بكره ان شاء الله عشان هيتحقق معاه، لان احنا كان عندنا ماتش الكاس النهارده. فهو جاي بكره ان شاء الله يعني. يعني انا ما رضيتش اجيبه بقى النهارده لان ماتش الكاس احنا مش فاضيين. فجاي بكره بقى هيتحقق معاه وهنشوف التحقيق يسر معاه لايه، لان طبعا يعني كلاعب كوره اخطا خطأين جسيمين ما بيحصلوش، هقول لك فين يعني، ما بيحصلوش في اي حته في العالم يعني. طيب على ضوء الموقف ده وعلى ضوء المستوى الفني المتراجع اللي بيقدمه مع الفريق من اول الموسم، هل ممكن نشوف نتيجه لده انه نادي انبي يقطع اعاره اللاعب؟ هو تحديدا تقريبا الاعاره تقريبا خلصت، بنتكلم في الموسم يعني، هو احنا جايبينه سنه خلاص، يعني كده الموسم خلص. ف يعني عشان تقطع اعارته انت مش كسبان حاجه في الموضوع يعني. يعني انت فاهمني ازاي؟ يعني لو لسه اقول لك الموسم انت بتتكلم في 7 اسابيع ولا حاجه اللي فاضلين، هيخلصوا بالكثير على نص 6 ولا حاجه، فالموسم اصلا خلص يعني. صحيح. يعني احنا حتى السؤال اعتقد ان هو هل ممكن احنا نفكر ان احنا نجدد لإريك؟ اعتقد لا يعني. قولا واحدا يعني. مش هينفع اكيد بالمنظر. لا مش هينفع، لانه والله يا كريم يعني هو انا بكلمك بامانه، هو إريك صعبان عليا، لان انا إريك من اللعيبه مميزه جدا، في مستوى مميز جدا والله العظيم، لعيب مميز جدا. صاره يعني. بس واضح ان هو واضح ان هو عنده مشكله ما. صحيح. يعني واضح ان هو في مشكله وانا مش قادر اوصل لها، او إنبي ما قدرش يوصل لها في الحقيقه يعني. صحيح. انما لو رجعت يا كريم لاخر موسم ليه بيراميدز، كان نفس القصه وقبل ما جينا طبعا، نفس القصه ما كانش بيلعب. صحيح صحيح. فده واضح ان هي بقى الموضوع ده بقى له فتره معاه. تعرف انا لما سالت وقتها، سالت بعض الناس في بيراميدز هو ليه إريك تراوري بعد خالص كده عن الفريق، قالوا لي إريك تراوري عنده مشاكل ذهنيه، عنده يعني في حاجات شغلاه، في مش أيوة. في مشاكل أيوة. عنده غير الكوره. بالظبط دي حقيقه. فواضح انه ده من بدري يعني. دي حقيقه. صحيح. كابتن محمد اسماعيل اتفضل.
لا ده الموضوع اللي بقول لك عليه يعني، فالحمد صحيح. لله بقى. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. احنا اطمنا عليه. ده اهم حاجة، ده اهم حاجة. كابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي انبا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.